شركه نايل ديفلوبمنت دلوقتي هي حديث الساعه، كل العاملين في القطاع العقاري او المهتمين بالشان العقاري، وايضا دلوقتي كمان المهتمين بالشان الرياضي. طبعا شركه نايل ديفلوبمنت حاليا في الفتره الحاليه هي اللي بتقوم او بتتقدم لرعايه نادي الزمالك. بس حابب قبل ما نتكلم عن موضوع رعايه نادي الزمالك، راي حضرتك ايه في الوضع العقاري دلوقتي وفي ظل التحديات اللي احنا بنشوفها؟ بالتأكيد الفترة الحالية هي فترة صعبة وغير تقليدية وفيها تحديات كتير، ولكن الشركات العقارية في مصر مرت بتحديات كتيرة جدا في الفترة الأخيرة، من ثورات، من كورونا، من تحرير سعر الصرف أكتر من مرة. فأعتقد كل الأزمات السابقة عملت نضج كبير للشركات اللي حضرتها، فنضج الشركات ده خلى أغلب الشركات الناضغة بتبقى عاملة احتياطي مالي واحتياطي عقاري في مشاريعها. فالحمد لله احنا يعني من 2016 للنهاردة بنعمل احتياطي عقاري واحتياطي مالي. فاحنا مثلا في مجموعة النيل والأهرام، شركة الأهرام في التجمع الخامس، الحمد لله احنا عندنا احتياطي عقاري في أغلب المشاريع اللي احنا أطرحناها للبيع، بالإضافة الحمد لله احنا عندنا احتياطي أراضي كتير في التجمع لشركة الأهرام. عندنا يعني الحمد لله في محافظة الشركة مشاريع إدارية وتجارية في التجمع، في البنفسج وفي النرجس وشمال الرحاب، قطع أراضي في أميز المواقع كلها موجودة، مش بتنزل غير تدريجي بحيث أي ظروف نمتصها عن طريق الاحتياطي العقاري بتاعنا في التجمع. نفس الكلام برضو في العاصمة الإدارية، في الشهر الأولاني الحمد لله ما وصلنا 60% في 6 شهور، وقفنا بيع خالص فيه لغاية لما نوصل لمرحلة معينة من الإنشاءات ننزل بيه تاني. ونفس الكلام في مشروع نايل بيزنس سيتي، بنشغلين تدريجي والحمد لله يعني المخزون بتاعنا تقريبا ممكن احنا يعني نزلنا بتاور واحد من 4 تاورز، يعني 3 تاورز تانيين لسه ما نزلناش بيهم، هننزل بتاور يمكن الفتره اللي جايه، بس بننزل تدريجي واحنا الحمد لله شغالين في الانشاءات بحيث اي ظروف نمتصها. بس السوق العقاري دلوقتي عنده تحدي كبير جدا، اللي هو تحرير سعر الصرف وزياده سعر الدولار، بالاضافه لفائده ال 25% اللي نزلت مؤخرا دي. انا شايف دي كلها تحديات بتحط السوق العقاري كله تحت ضغط وتحت تحدي قاسي. اكيد تحدي صعب جدا، وفعليا الشركات اللي هي مش واخده بكافه الاحتياطات هتجد صعوبه بالغه. يعني اكيد اللي واخد حتى الاحتياطات هيبقى فيه صعوبه بالغه في التعامل، يعني مش بقول الموضوع سهل، موضوع تحدي كبير. وحتى الشركات اللي مسعره صح وشغاله صح الموضوع صعب ان هي، ولكن بالحكمه بتعديه. واحنا يعني من دراساتنا هي اكيد السنه دي هتبقى صعبه جدا، بس ان شاء الله 2024 هتكون افضل كتير، واحنا تقريبا في المرحله الاصعب والأسوأ اللي هي حاليا. ان شاء الله هنبدا نحس التحسن باذن الله في النص الثاني من 2023 باذن الله. مصر فيها شركات عقاريه عظيمه من افضل شركات في الوطن العربي والعالم، وناضجه ومرينا بظروف صعبه كتير، وقادرين ان شاء الله ان احنا نتعامل بحكمه ونعدي السنه الصعبه، ومش بس في العقارات، في كل المجالات اللي هيعدي المرحله الصعبه اللي احنا فيها ربنا هيعوضه جدا جدا في اللي بعدها. كلنا ينبغي ان احنا نبص على 3 سنين على بعض، ما نبصش على يعني 2023 او 2022، لا يعني نبص على المرحله على بعضها اللي هي 3 سنين او 4 سنين، فهنجد ان في نهايه ال3 سنين او نهايه المرحله هنحقق نفس النتائج لو كانت ظروف مش طبيعيه. دلوقتي ناس كتير قوي بتسالنا، وفعلا الناس في حاله تضارب شديد، الذهب اصله بيعلى ويقل، طب الشهاده ال 25% شهاده قويه مغريه بصراحه، هي مغريه لاي حد معاه فلوس وعايز يستثمرها. انا عارف ان هو بيدفع الفلوس كلها في الشهاده غير العقار، طب الناس سالنا نعمل ايه؟ 25 مغريه مقابل العقار. انا بقول ان العقار بيحقق على الاقل 10 اضعاف الشهاده البنكيه. ازاي؟ انا والاستاذ مجدي مثلا، انا معايا 1,000,000 جنيه واستاذ مجدي معايا 1,000,000 جنيه، انا معايا 1,000,000 جنيه رحت حطيتهم شهاده في البنك في اخر السنه جابوا 250,000، يبقى انا بقيت معايا 1,050,000 ودي سنه واحده مش هتتكرر. يعني 1,250,000 ودي سنه، يعني موضوع ال 25% دي سنه واحده مش هتتكرر، يعني مش مستمره. لا مش مستمره طبعا. فانا كمحمد حطيت في البنك وبقى معايا 1,250,000، مجدي لا، ال 1,000,000 جنيه اللي معاه راح حجز بيهم وحده قيمتها 10,000,000 جنيه اللي دفع 10% والباقي على 6 سنين. فمجدي ال 1,000,000 جنيه راح خد وحده قيمتها 10,000,000، بعد سنه الوحده دي اقل زياده هتكون 25%، لان طبعا فائده البنك بتبقى تقريبا تضخم. يعني الوحده ال 1,000,000 جنيه خلاني احجز وحده ب 10,000,000، والوحده بعد سنه بقت ب 12,500,000 لان هي زادت 2,500,000، فبقى العقار زاد 2,500,000، البنك زاد 250,000. فالعقار يظل هو الاعلى تحقيقا للاستثمار. اللي انا فاهمه ان شركه النايل ديفلوبمنت او شركه النيل وفي شركه الاهرام، لو تكلمني كده عن البورتفوليو بتاع الشركه. احنا مجموعه النيل والاهرام
احنا شغالين في التجمع من 2015 شركه الاهرام. بفضل الله احنا عندنا الحمد لله حاليا وده الشركه الرئيسيه اللي هي الاهرام، عندنا اكبر الحمد لله اكبر حجم مبيعات، اكبر حجم انشاءات، اكبر مخزون عقاري ومخزون اراضي. بفضل الله الاهرام يعني موجود في محافظتها كميه اراضي وانشاءات، وهي الاكبر في سوق القاهره الجديده. طبعا عندنا عشق كبير جدا لاتحاد السحاب، وكان نفسنا جدا 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 هي تكون موجوده في مصر. واول ما بفضل الله وبفضل الدوله المصريه وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لنا كل ما هو عظيم جابه لنا في العاصمه الاداريه الجديده. فمن الحاجات العظيمه اللي جت في العاصمه الاداريه الجديده هي ناطحات السحاب والمباني العاليه، اتاحت الحلم، فاتاحت الفرصه الكبيره جدا 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 لينا. فطبعا كنا من اول الناس بفضل الله اللي دخلوا هناك، والحمد لله يعني يتكتب باسم الشركه عندنا اول رخصه ناطحات سحاب في العاصمه الاداريه، ودي هتتكتب يعني من الحاجات اللي هتبقى اول رخصه ناطحات سحاب. بفضل الله تتكتب باسم الشركه عندنا. فالحمد لله عشان احنا ربنا وفقنا في بيوت خبره مميزه وفريق هندسي مميز جدا وفاهم جدا ومر بالتجارب دي، وبفضل الله يعني الانصهار والتكامل بين كل التخصصات كان مظبوط عندنا. فده كان السبب الرئيسي اللي احنا توفقنا نكون اول شركه تحصل على رخصه ناطحات سحاب في العاصمه الاداريه وتتكتب باسمها. برضو